السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المتابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتم في أتم الصحة والعافية. إخواني أخواتي، ما تبخلوش علينا باللايكات البارتاج دوبلو التعليق باش الفيديو يوصل للعديد من المتابعين. هو نعم الزوجة الصالحة، هو نعم الزوجة الصالحة التعامل والكلام الحلو والكلام الرزين في حق يسرى. لليوم يسرى محتاجه لصدر حنين، محتاجه للي يقول في حقها كلمه الحق. اللي ما ونشت في لحمها، ما ونشت في لحمها، ما اللي غادي تكون ليها صدر حنين، ما اللي غتطلع تدافع عليها. الام اللي غتطلع تدافع على البنت ديالها وتخرج نيابها في الاشرار، تخرج نيابها في اللي كيتاجروا بالشرف ديال بنتها. الام اللي غتطلع تدافع على الشرف ديال بنتها هي اللي شوهت السمعه ديال البنت ديالها، وهي اللي خلات الشرف ديال بنتها تجاره للقنوات يتاجروا بها. هذا يحلل، هذا يناقش فاش في الشرف ديال بنتها، في العرض وفي الشرف ديال بنتها، وكتطالب بدم وجه البنت ديالها حتى يكون عندك الوجه اللي تحشمي عليه. عاد باش طلعي تطالبي بدم وجه بنتك، عاد باش طلعي تطالبي بالشرف ديال بنتك، اللي شوهتي بنتك وخليتي اللي يسوى واللي ما يسواش يناقش الاغتصاب ديال بنتك، يناقش الطريقه باش فقدات بنتك فيها العذريه ديالها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اخواني اخواتي، لبنى الزوجه الصالحه، لبنى بمثابه الام ديال يسرى. اخواني اخواتي، اللي خرجت كتوضح المغالطات اللي كسرات الظهر ديال يسرى، المغالطات اللي كسرت الظهر ديال يسرى. اخواني اخواتي، خرجات لبنى اللي بمثابه الام. اخواني اخواتي، لبنى اللي في عوض الام. اخواني اخواتي، اللي غادي تقوم به الام ناضت كتقوم به لبنى زوجة الاب. واسمعوا يا اللي عندكم مفهوم غلط اتجاه زوجة الاب، زوجة الاب اليوم كتقوم بداكشي اللي كيخص ديرو الام. اخواني اخواتي، بقات في السميه، بقات في الام بالسميه، بقات في شنو درتي، بقات في واش تحاربتي على قبل ولادك، بقات واش ضحيتي على قبل ولادك. انت حتى شي حاجه ما درتي على قبل ولادك، من غير اننا ما نكروش، ما نكروش اخواني اخواتي على انها فضحات الشرف ديال بناتها، شوهات العرض ديال بناتها، فضحات بناتها وخلات اللي يسوى واللي ما يسواش كيعطي الراي ديالو في حق بناتها. اخواني اخواتي، اليوم شفنا بانه لبنى خرجت ووضحت قضيه الحجره، ما الحجره اللي انا شخصيا ما بغيتش ندوي على ديك النقطه، ما بغيتش ندوي اخواني اخواتي، وما بغيتش نوضح في الفيديو ديالي، ما وضحت، ما اكدت، ما نفيت. اخواني اخواتي، انا فقط كنقولها وكنعاود نقولها في كل الفيديوهات ديالي، انا ابرئ الاب من هاد التهم المنسوبه ليه. انا كنقول البنت الا كانت فعلا مغتصبه فغادي يكون هناك حادث، غيكون هناك حادث اللي تعرضت ليه البنت وفقدت عن طريق البكره. وكنقولها وكنعاودها في جميع الفيديوهات ديالي، يا يسرى يا بنتي، انا كنقولها لك دائما بان البكره ليست معيارا للشرف، العذريه ليست معيارا للشرف. الشرف هو ان راسي يكون غالي عندي، هو انني ما نبيعش راسي، هو انني نعيش وانا رافع راسي، هو انني نعيش بكرامه، نعيش بكرامه، هذا هو الشرف، هذا هو شرف. اما البكره ولا العذريه، بزاف ديال البنات من دول العالم فقدوا البكرة ديالهم وفقدوا العذرية ديالهم عن طريق حوادث. إخواني أخواتي، ولكن الفرق بين يسرى وبين هاد الناس هو أن الأم ديال يسرى إنسانة خبيثة، إنسانة حقارة، ظالمة، استعملت بنتها كسلاح باش انها تضرب الزوج ديالها وتضرب الزوجه ديالو اللي واقفه لها مع بناتها، واللي شاده لها بخاطر البنت ديالها اللي ممكن انها تدير اي حاجه اللي تهلك بها راسها، لان الام
ضربات لها الطر بالبندير، لأن الأم شوهات البنت. إخواني أخواتي، كون ما هاد لبنى والله العلي العظيم اللي تديرو فراسة هاد البنت راه لا يوصف. إخواني أخواتي، الأم هي المسؤولة على أي حاجة كتوقع لديك البنت. فالأم مدعومة من طرف العائلة ديالها، من طرف العائلة ديالها إخواني أخواتي، باش أنها تفضح وتشوه بنتها وتنتقم من البنت ديالها، لأنها ما بغات تجي تعيش معها واختارت انها تعيش مع لبنى. وقالت بانها كون كانوا الامهات كيتبدلوا كيف ما كيتبدلوا الحوايج، كانت اول حاجه غتبدلها يسرى هي انها غتبدل وغتشونجي الام ديالها، وغتختار الام ديالها تكون هي لبنى، لان لبنى اللي فكرت لها، لان لبنى اللي كتخمم لها، لبنى اللي كتصلح وكتصحح المغالطات اللي كتعطيهم انت على بنتك، واللي كتجري جري الكلاب، كتجري جري الكلاب باش انك تتربصي وتشوهي البنت ديالك في الشرف وفي العرض ديالها. والدليل على انك القنوات كنتي دائما كتقولي لهم بان بنتي ما عندهاش العذريه ديالها، فلهذا كانوا كيطلعوا عبر القنوات ديالهم وهم متاكدين بانهم كيطالبوا يسرى باش تدلي لهم بالشهاده ديال العزوبه. لهذا المستوى نزلتي راسك، واليوم كنشوفوا العائله ديالك كتشجعك وكتدعمك باش انك تفضحي البنت ديالك وتشويها امام العالم، لانها ما بغاتش تعيش معاك. وبدعم من سمرمر اخواني اخواتي، مخناشي سمرمر، مخناشي سنان ديال الميكا، الفم العوج اللي تزوجت بالعز وطلقت بالشوها. تزوجتي بالعز وطلقتي بالشوها، مالفه بالشوها، لانك لقيتي في الشوها، لقيتي فيها بصدامك عمره، لقيتي فيها جيابك سخنو عمره، لقيتي من شوها المشاريع، ولقيتي من شوها الديور والبرطمات، لانك مولفعه بالقزادر، مولفعه بالقصدير والزنك والبرارك والبراتش. تشجعي الام انها تفضح بنتها، ومن نط لكم عمتكم نطوا ليها كي الكلاب ديال القرنة، تنشروا في السيده علاش تجي مع البنت الصغيره، لا خليها لانها ما بغاتش تجي عند امها تعيش مع امها، خلينا نشوها وخلينا نفضحوها. علاش غادي تجيك النفس وتقولي الحق في ديك البنت؟ رين نقولوا لك بانك تانتي فقدتي الشرف ديالك، مور النوادر والتبن، مال فات بالنوادر والتبن، مال فات بالنوادر والتبن. المرأة منين قالت الحق، نعيمة البدوية منين قالت الحق في ديك البنت، نطوا يا كلاب القرنة، نطوا يا الكلاب الضالة، جاتكم النفس وجلستوا كتسابوا مع عمتكم، مع عمتك يا الدنجالة، مع عمتك يا زرقة الوجه، بقات في الفلتر، بقات في الفلتر عباد الله، كتبيض وجهاتها ولا تبيض الطلامط وتبيض الحيوط. ما راضياش بخليقتك، ما راضياش براسك دنجالة، تسبي مع عمتك وتعيريها بالشرف. نتوما كتسبوا غير بالشرف، كتسبوا غير انتيا ما كنتيش بنت، لا انتيا عطيتي البكارة ديالك رميتيها عبي النوادر، لا انتيا ضحكوا عليك، لا انتيا داروا لك. هادشي باش كتسبوا نتوما، كتسبوا عندكم دماغكم عبر رجليكم، هادشي باش كتسبوا. لان نعيمه البداويه قالت الحق في ديك البنت، وقالت لما بعدي من البنت، بعدي من البنت، راكي شوهتيها وفضحتيها، انا تي كتقولي ليها سيري انت راكي داولك الشرف ديالك عبي النوادر ومبين التبن. الدولة الشرف ديالها بين تبن وبين نوادر، على انتي كنتي منين عمتك كان كيمشي لها الشرف بين تبن والنوادر؟ كنتي انتي، كنتي انتي حضرتي، كنتي حاضرة. شكون اللي قال لك راه عمتك الدولة الشرف ديالها بين تبن والنوادر؟ قالتها لك امك، امك اللي كتكره نعيمة البدوية، قالتها لك امك اللي كتركنكم وتبدا تدخل في ليكم في الهضور، اميمتكم ميلودة اللي دخلت لكم هاد الهضرة وقالت لكم راه عمتكم راه الدولة الشرف ديالها بين التبن والنوادر. هادو راه في عيل ميلودة، شكون اللي غايقول لكم نتوما راه عمتكم الدولة الشرف ديالها بين التبن والنوادر؟ اميمتكم، اميمتكم اللي قالت لكم هادشي. وتنوضي تهضري على الشرف، وتنوضي تهضري على التربية، انتي مربية بعدا. والدنجالة
ومريوب السنان والفم ديال الميكا، وراكي فضحتي ميلودا، شويتي امك بانها قالت لك بان عمتك الدوله الشرف ديالها بين تبن والنوادر. اشتي المصيبه الكحله معاكم شو ولينا نناقشوا؟ اشتو يا المصيبات، اشتو يا الشيطات شنو ولينا نناقشوا معاكم؟ اش ولينا اش من فيديوهات ولينا كنتكلموا على عباد الله؟ ولكن حنا والله يا معمكم، والله راه حنا معمكم بالله اللي شنعظم تربيوكم اخواني اخواتي. عطيونا اللايكات، عطيونا البارطاج، كلنا يسرى. بغيت نشوف التعاليق، كلنا يسرى اخواني اخواتي، ضوبلوا التعاليق، عطيونا اللايكات، بارطاج. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، دوزوا بخير والسلام عليكم.